حمدا كثيرا طيبا مباركا لا بلوغ لمنتهى، ونبرأ من كل حول وقوة إلى حوله سبحانه سبحانه وتعالى وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم، يا من تقاصر شكري عن أياديه وكل كل لسان عن معاليه، وجوده لم يزل فردا بلا شبه على عن الوقت ماضيه وآتيه، لا دهر يخلقه لا قهر يلحقه لا كشف يظهره لا ستر يخفيه، لا عد يجمعه لا حد يقطعه لا ضد يمنعه لا قطر يحويه، لا كون يحصره لا عون ينصره، وليس في الوهم معلوم يضاهيه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد وصلنا في المقدمات السنوسية للإمام أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه لشرح العلامة الشيخ السرقسطي علي البناني عند الكلام في خطاب الوضع. وأما الوضع تكلمنا على خطاب التكليف، الآن في خطاب الوضع. وأما الوضع فهو عبارة عن نصب الشارع أمارة على حكم من تلك الأحكام الخمسة، وهي السبب والشرط والمانع. فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا هو تعريف السبب. ثم أخذ في تعريف هذه الثلاثة كل واحد بانفراده، ما قبله شرح تنبيه شرح نعم. ثم أخذ في تعريف هذه الثلاثة كل واحد بانفراده، المراد بالثلاثة السبب وإيه والشرط والمانع. سيعرف كل واحد من الثلاثة منفردا، وبدأ بالسبب. وإحنا قلنا في اللقاء السابق أو الذي مضى منذ أكثر من شهر شهرين تقريبا، لماذا قدم السبب على الشرط والمانع؟ قدم السبب لقوته، لأنه أقوى، السبب أقوى من الشرط، لأنه يؤثر بطرفيه، يعني السبب يؤثر بوجوده ويؤثر بعدمه، أما الشرط والمانع فهما بخلافه. يعني مثلا كيف يؤثر السبب بطرفيه؟ يعني مثلا ما هو سبب صلاة الظهر؟ زوال الإيه؟ دخول وقت زوال الشمس، فهذا يؤثر بوجوده، فإذا زالت الشمس وجبت الصلاة، ويؤثر أيضا بعدم وجوده. ليه؟ لأن الصلاة إذا أحرم بها قبل الوقت ولو بلحظة لم تجز. لماذا؟ لتخلف السبب. إذن فالسبب يؤثر به بطرفيه بخلاف الشرط. الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا، فهو يؤثر بطرف واحد وهو طرف طرف عدمه، والمانع يؤثر بطرف واحد وهو طرف وجوده. إذن فما هو الأقوى؟ السبب أقوى من الشرط وأقوى من المانع.
ولذلك يقول سبب الصلاة دخول الوقت. أما الزكاة سببها إيه؟ ما هو سببها؟ بلوغ المال؟ لا، الحول ده شرط. السبب مش هو الحول، الحول شرط، بلوغ المال النصاب بشرط أن يحول عليه الحول. يبقى إذن الشرط هنا لم يؤثر بعدمه، ليه؟ لأنه إيه؟ يجوز إيه؟ تقديم الزكاة على الحول بيسير، فهي تجزئ، بخلاف تقديم الصلاة على دخول الوقت لأنه سبب، أما هنا إيه؟ شرط، فهو يؤثر بإيه؟ بطرف واحد. يعني اعتبار السبب وملاحظته أشد. وتكلمنا عن الفرق بين خطاب التكليف وبين خطاب الايه؟ الوضع. ثم يأتي الآن تعريف الايه؟ الثلاثة. وبدأ بالسبب فقال: فالسبب لغة. يبقى الأصل في التعريف كلها هو ايه؟ هو اللغة. فالسبب لغة الحبل، ثم ينقل التعريف من اللغة إلى المعنى الاصطلاحي. يبقى المعنى اللغوي عام، والمعنى الاصطلاحي خاص. فالسبب لغة الحبل. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني بحبل. واصطلاحا، ما هو تعريف السبب الذي عرفه الشيخ السنوسي عندما قال: فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هل هذا التعريف لغة ولا اصطلاحا؟ هذا هو التعريف الاصطلاحي. وهنا شرح العلامة السرقسطي هذا التعريف الاصطلاحي لأنه هو الذي نحتاج إليه، فقال: واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هنا انتهى التعريف. كلمة كزوال الشمس لوجوب الظهر، هذا مثال، هذا هو مثال، وليس هذا من التعريف، لأن المثال يتغير، أما التعريف لا يتغير. ما كالجنس شامل للثلاثة، يعني عندما تعرف الشرط وتعرف المانع وتعرف كل واحد من الثلاثة تقول في أول التعريف ما يلزم، ثم يتغير التعريف بعد ذلك. إذن فما تعد بمثابة الجنس للثلاثة. ولماذا لم يقل ما جنس؟ لأنه الجنس هنا يأتي في الايه؟ في الجوهر وفي المركبات، وهذه أمور معنوية، معاني، ليست أمور مركبة. يعني مثلا لما أقول حيوان وناطق، هنا يصبح الحيوان جنس وناطق فصل، ولا نقول كالجنس. كلمة كالجنس يعني تشبيه بالجنس، وليس هو جنس، لأن الأجناس تأتي في في الجوهر والأجسام، ولا تأتي في في المعاني. فينزل هذا بمنزلة الجنس في المحسوسات، ولأجل هذا جاء بالكاف وقال: كالجنس شامل للثلاثة. ما هي الثلاثة؟ ما هي الثلاثة؟ السبب والشرط والمانع. والدليل:
هي معنى شامل للثلاثة والدليل. هي هنا في خطأ. من الذي يكتشف هذا الخطأ؟ أو ما هو تصويب هذا الخطأ؟ فالسبب واصطلاحا ما كالجنس شامل للثلاثة والدليل وليس والدليل، احذف الضمة، يعني كأن ما التي هي بمثابة الجنس تشمل السبب والشرط والمانع والدليل، فتكون تشمل أربعة. يبقى الدليل هنا زائد على إيه؟ ها؟ على الثلاثة. يبقى تقول إيه هو الدليل، يعني تخليها إيه معطوفة على إيه؟ على الثلاثة. يلزم من وجوده، أي السبب، يعني يلزم من وجود السبب الوجود، يعني وجود المسبب. هنا في خطأ أيضا، خلي إيه ال خلي شدة وفي إيه وفتحة، شدة وإيه وفتحة. يلزم من وجوده، وكل هذا بسبب إيه؟ عدم المراجعة في المطابع. والإنسان لا ينفع أن يراجع كتابه، لماذا؟ لأنه هو يقرأ لا في الكتاب ولكن ما يحفظه أو ما، فيظن أن الذي في ذهنه هو الذي فيه في الكتاب، فيحدث الإيه الخطأ. فلأجل هذا لا يرى الإنسان عيوب نفسه، بل يراها الناس. فالسبب ما يلزم من وجوده، من وجود إيه السبب الوجود، يعني وجود المسبب. فمثلا هنا هذه إيه تسمى إيه المروحة، عندما نفتحها ها ينتشر الايه الهواء، فهي سبب للايه للهواء، ففتحها ياتي بالهواء، فالفتح او تشغيل المروحه سبب، وانتشار الهواء مسبب. واذا لم تكن هناك فنفتح الايه الشباك، فيلزم من فتحه دخول الايه الهواء، فيكون دخول الهواء مسبب على فتح الايه النافذه. فهمنا السبب والايه والمسبب. فصل اول، يخرج به الشرط. لماذا قال يخرج به الشرط؟ لان الشرط يلزم من عدمه لا من وجوده. هنا عندما قال يلزم من وجوده خرج ايه؟ خرج الشرط، يخرج به الشرط، وخرج المانع، لأن المانع يلزم من وجوده العدم. يبقى هنا الشرط يلزم من عدمه، والمانع يلزم من وجوده العدم، والشرط يلزم من عدمه العدم، أما السبب فيلزم من وجوده الوجود. إذن فبهذه الجملة خرج إيه؟ خرج الشرط وخرج الإيه؟ المانع. ويلزم من عدمه، أي السبب، العدم، أي عدم المسبب. أيضا اجعل شدة و فتحة، شدة يعني فتحة فوق. فصل ثاني، يخرج به الدليل على الحكم من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. السؤال هنا كيف خرج الدليل من تعريف السبب؟ ليه؟ لأن السبب، ما الفرق بين السبب والشرط والمانع؟ هذا عرفناه، السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه
والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. طيب ما الفرق بين السبب والدليل؟ السبب يلزم طرده وعكسه، أما الدليل فيلزم طرده ولا يلزم عكسه. هذا هو الفرق بين الايه؟ السبب وايه؟ والدليل. فيقول هنا فإن الدليل يلزم طرده. ايه معنى يلزم طرده؟ يعني يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم عكسه، يعني لا يلزم من عدمه العدم. يبقى هنا اختلف السبب عن الدليل او لا؟ السبب يلزم من وجوده الوجود. يبقى في هذه الحالة اتفق ايه؟ ها؟ السبب مع الدليل، لأن الدليل يلزم من وجوده الوجود أيضا، لكن المانع اختلف عن لكن السبب اختلف عن الدليل، لأن الدليل يلزم ايه؟ ها؟ يلزم طرده ولا يلزم عكسه، بخلاف الايه؟ السبب يلزم طرده ويلزم عكسه. فمثلا هنا السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الايه؟ العدم، لكن الدليل لا يلزم من عدمه العدم. فلأجل هذا اختلف السبب عن الدليل، لأن السبب يلزم من وجوده وجود المسبب، ويلزم من عدمه عدم الايه؟ المسبب. أما الدليل يلزم من وجوده وجود المدلول، ولا يلزم من عدمه عدم المدلول. عرفتم كيف اختلف أو افترق السبب عن الدليل؟ ولذلك هناك قاعدة معروفة، فاكرين الإمام فخر الدين الرازي وذكرها الإمام السنوسي في السنوسية، يقول الرازي الإمام فخر الدين الرازي ناظر، حدثت مناظرة أو مجادلة بينه وبين أحد علماء النصارى، فرآه بعيدا عن المعقولات أو عن الأدلة العقلية. قال الرازي فعلمته قاعدة عقلية لأناظره، يعني لتتم المناظرة بيني وبينه على أساسها. ما هي هذه القاعدة؟ قال يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. قال فلم يفهمها. قال فما زلت به أشرح وأبسط وآتي بالأمثلة حتى فهمها. هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ ها؟ يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، وسنأتي بالمثال، لكن لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، كما في إيه؟ في السبب يلزم من عدمه العدم. قال فلما فهمها قلت له تعالى لنتناقش أو نتناظر حول العقيدة، حول أمور الاعتقاد. فمثلا قلنا هذه القاعدة إيه؟ يلزم من وجود الدليل وجود المدلول. المثال حتى يكون الأمر بسيطا وواضحا، ما هو الدليل على وجود الله تعالى؟ وجود العالم، وجود العالم دليل على وجود خالقه. فيلزم من وجود العالم اللي هو الدليل وجود مين؟ المدلول اللي هو وجود الخالق، لكن لا عكس. يعني هنا يلزم طرده ولا يلزم ايه؟ عكسه، بخلاف السبب يلزم طرده ويلزم عكسه. ايه معنى طرده وايه معنى عكسه؟ ما معنى الطرد وما معنى العكس؟ الطرد يعني التلازم في الثبوت،
والعكس التلازم في النفي. هذا هو معنى كلمة الطرد والإيه والعكس. يبقى الاضطراد يعني التلازم، زي مأخوذة من الطرد الماء يعني استقام. فيلزم من وجود العالم وجود الخالق، واضح؟ لكن لا يلزم من عدم الدليل اللي هو عدم، لو افترضنا أن العالم غير موجود فهل وجود الخالق ينفى؟ لا، لأن الله تعالى في الأزل قبل خلق العالم كان موجودا، فلم يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول، ولكنه لزم من انتفاء الايه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، لكن لزم من وجود الدليل وجود الايه المدلول. هذه هي ايه القاعدة العقلية، الدليل يلزم من وجوده وجود المدلول، ولا يلزم من عدمه عدم المدلول. قال الإمام الرازي: فسأل مين هذا العالم من علماء النصارى، قال له: ما هو الدليل على ألوهية عيسى؟ لأنهم يعتقدون أن سيدنا عيسى عليه السلام هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ما هو الدليل؟ قال: ما ظهر على يديه من خوارق العادات، يحيي الموتى ويبرئ الأكمة ويعلم الغيب ويخلق من الطين كهيئة الطير، وهذا لا يفعله إلا إذا كان إلها. من يقدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة؟ ومعنى هذا أنه إيه إله. إذن فهذا هو الدليل على ألوهية عيسى. قال له: نعم. ويلزم من وجود هذا الدليل وجود المدلول الذي هو ألوهية مين؟ المسيح. قال له: ألم يذكر عندكم في كتابكم المقدس خوارق أخرى لا تقل عن هذه الخوارق، ظهرت على يد سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وموجودة عندكم في التوراة والإنجيل؟ قال: نعم. قال: إذن فيلزم من وجود هذه الخوارق أن سيدنا إبراهيم أيضا كان يحيي الموت. قال: ربي أرني كيف. فيلزم أن يكون إبراهيم إلها، سيدنا موسى ضرب البحر بعصاه، وهذا لا يمكن لأحد من البشر أن يضرب البحر فينفلق فيكون كل فرق كالطود العظيم. فمعنى هذا أن سيدنا موسى إله، ليس فرعون فقط إنما إيه. فقال إيه هذا العالم من علماء النصارى، قال له: لا. قال: كيف؟ هذا هو نفس يلزم من وجود هذا، يعتبر اسمه تحكم، لأنه الدليل هو نفسه، فإذا وجد في عيسى يكون الحكم كما إذا وجد في موسى أو في إبراهيم. قال: فجادل وعاند، فنقله إلى إيه الجزء الثاني من القاعدة. القاعدة مكونة من جزئين، الأول يلزم من وجود الدليل وجود المدلول، هذه إيه شاكس وجادل فيها. نأتي إلى الجزء الثاني، أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فقد يكون الأمر صحيحا أو ثابتا ولا دليل عليه. قال: كيف ذلك؟ قال له: إيه ألا يمكن أو يجوز أن نكون أنا وأنت وغيرنا من المخلوقات كل واحد منا إله؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأنه ليس هناك دليل. قال: قلنا لا يلزم من عدم الدليل عدم الإيه المدلول. قال: فولى مدبرا ولم يعقب، وانتهت الإيه المناظرة. وهذه كانت هي المناظرات العقلية التي هي سريعة ولا تحتاج إلى إيه جدال. فالمناظرات أهل العلم قديما كانت مناظرات سريعة جدا، لا يجلس ساعتين ولا ثلاثة في برنامج اتجاه معاكس أو في قناة
ويطول اللغو وينسى الناس القضية. كان الأمر سريعا جدا، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله. المجادلة عبارة عن إيه؟ دقيقتين فقط. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، فلم يجادل فيها. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، وانتهى اللقاء بسرعة. وهذا ما حدث مع سيدنا موسى أيضا عندما جادل أو ناقش فرعون. فرعون بدأ بالسؤال، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأراد فرعون أن يدخل في تشقيقات وتفريعات تنسي موسى الموضوع الأساسي. قال: فما بال القرون الأولى؟ فهنا حيقص عليه قصة نوح وعاد وثمود وقوم لوط، القرون الايه، فيطول الايه الامر ويجادله في فرعيات ويترك اساس الايه القضية. فمن ذكاء وفطنة الانبياء عليهم الصلاة والسلام، لانهم موصوفون بالايه بالفطانة. قال: فما بال القرون الاولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا. ارجع الى الايه الى المناقشه التي كنا فيها. واغلق عليه الباب، لانه احد امرين: اراد فرعون بخبثه ان يجعل سيدنا موسى بين امرين، يا اما يدخل في القرون الاولى ويقص عليه انباءها فيطول الايه وتضيع القضية، أو يقول له: لا أدري. وهنا يقول له: أنت جاهل، كيف تناقشني؟ فأسكته، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا إيه ولا أنسى. يلا، من القارئ؟ وأما السبب فإن الدليل تحت في الشرح. فإن الدليل، فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، احنا شرحنا هذا. فإن الدليل، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومه بالدارين، اللهم آمين. قال: فإن الدليل يلزم طرده، أي يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم عكسه، أي لا يلزم من عدمه العدم. وأما السبب فإنه يلزم طرده وإيه وعكسه. وما معنى الطرد والعكس؟ الطرد يعني الاضطراد عن التلازم في الثبوت، يعني إذا ثبت ثبت وإذا انتفى انتفى. أما إذا ثبت ثبت وإذا انتفى، هذا لا يلزم عكسه. وأما السبب فإنه يلزم طرده وعكسه بذاته، يعني بذات السبب. هو بيشرح هنا ايه السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني لذات السبب. اذا فهذا القيد لذاته راجع الى ايه؟ الى الجملتين معا. ما هما الجملتان؟ الجملة الاولى: يلزم من وجوده الوجود لذاته، والجملة الثانية: يلزم من عدمه العدم لذاته. فكأنه كلمة لذاته ترجع إلى الإيه؟ الجملتين، لا إلى الجزء الأخير فقط، إنما ترجع إلى الإيه؟ إلى الجزئين. يعني لذات السبب، فالتقييد فيه بالذات راجع إلى الجملتين معا. نعم، يعني إلى الجملة الأولى وإلى الجملة الثانية. كزوال الشمس، يعني ميلها عن كبد السماء بالنسبة لوجوب صلاة الظهر. يعني خد بالك، هنشرح كلمة لذاته مهمة جدا.
يعني نجيب سبب، ما هو هذا السبب؟ زوال الشمس. ما معنى الزوال؟ يعني ميلها، زال يعني مال، ميل الشمس عن كبد السماء عندما تكون عمودية. كيف تعرف أن الشمس عمودية؟ عندما لا ترى ظل، يعني إذا لم يكن هناك ظل كده يبقى هنا الشمس في الاستواء عمودية. أما إذا رأيت جزء من الظل يبقى بدأت إيه؟ ها؟ بدأت الشمس تميل عن الاستواء، عن كبد السماء. فهذا الميل يسمى إيه؟ الزوال. أقم الصلاة لدلوك، الدلوك يعني الميل، الزوال الشمس، هنا صلاة الظهر. يبقى إذا زالت يعني مالت هذا وقت الزوال، يبقى هنا وجب إيه؟ وجبت صلاة الإيه؟ الظهر. طب هل معنى كده إنه هذا هو السبب؟ هذا هو إيه؟ السبب. فهذا السبب لذاته يعني بصرف النظر عن أمور أخرى مثل الشروط والموانع، فيلزم لذات السبب صلاة الإيه؟ الظهر. لكن لو قارن هذا السبب فقدان الشرط، يعني زوال الشمس هو السبب، لكن هل إذا زالت الشمس كده كل أحد يصلي الظهر ولا في شروط منها إيه؟ العقل. فإذا زالت الشمس والمكلف، طبعا الإنسان ده ليس مكلف لأنه إيه؟ مجنون، يبقى هنا فقد الشرط وهو الإيه؟ العقل. فحينئذ لا يلزم من وجود السبب الذي هو الزوال وجود الحكم الذي هو الصلاة. ليه؟ لأنه فقد الإيه؟ الشرط. وكذلك المانع، يعني امرأة زالت الشمس ولا تجب عليها الصلاة. ليه؟ لأن هناك مانع وهو الحيض. إذن فالسبب لذاته، يعني إذا لم يقارنه فقدان شرط أو وجود مانع، فحينئذ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. يبقى إذا قلنا أنه لا يلزم من وجود زوال الشمس صلاة الظهر، فهذا ليس راجع إلى الزوال إلى ذاته، ولكنه راجع إلى فقدان الشرط أو إلى وجود المانع. فهمتوا كده؟ كلمة لذاته مهمة، يعني معناها ليس وجود السبب يلزم منه وجود المسبب إذا قارنه فقدان شرط أو وجود إيه؟ أو وجود مانع. يبقى هذا إيه؟ لا يرجع إلى ذات السبب، وإنما يرجع إلى أمر آخر غير السبب. ما هو؟ فقدان الشرط ووجود الإيه؟ المانع. لكن إذا لم يفقد شرط ولم يوجد مانع، يبقى إذن يلزم من وجود السبب وجود المسبب، يعني وجود الحكم. يبقى هنا كلمة لذاته ترجع إلى إيه؟ إلى الجملتين معا. اقرأ. كزوال الشمس يعني ميلها عن كبد السماء بالنسبة لوجوب صلاة الظهر. ولو قارن هذا السبب فقدان الشرط كعدم العقل لم يلزم من وجوده وجود الحكم الذي هو وجوب الصلاة. وكذلك المانع كالحيض. يعني وكذلك لو قارن السبب المانع، يعني مثلا هنا عندما يكون مع السبب المانع مقارن، يبقى هنا ايه؟ لا يلزم، لكنه هذا ليس راجع الى السبب ذاته، ولكن هذا راجع الى المانع. انما السبب في ذاته يلزم ايه؟ من وجوده الوجود ومن عدم العدم. فإذا قال لك أحد
لا يلزم صلاة الظهر على المجنون، تقول له ليس لذات السبب وإنما لوجود لفقدان الشرط، والشرط هو العقل. أو المرأة التي عليها الحيض مالت الشمس ودخل وقت الظهر، هنا يلزم وجوب الصلاة، لكنه لماذا لا يلزم؟ ليس لذات السبب ولكن لوجود مانع. واضح؟ ده. ولو خالف السبب سبب آخر لم يلزم من عدمه العدم، كعدم سبب القتل مثلا وهو الردة مع وجود السبب الآخر وهو جناية القتل عمدا. شوف هنا برضو أمر مهم، بقول لك ممكن يكون هناك سببان، سبب واحد ولكنهما مختلفان، يعني في سبب موجود لكن في سبب آخر مخالف، يعني هناك سببان مش سبب واحد. لم يلزم من عدمه العدم، إيه معنى كده؟ يعني مثلا يعني واحد ارتد، فالردة حكم المرتد أن يقتل، فإذا وجدت الردة يعني إذا حصل واحد ارتد عن الإسلام يقتل حدا ولا كفرا؟ المرتد حد يعني هو مسلم، يعني المرتد موحدا يعني يبقى مسلم، انما يقتل كفرا. الرده يعني ارتد عن الاسلام وابى ان يرجع فيقتل، حكمه ليه القتل. فاذا وجدت الرده وجد ليه القتل، لكن اذا انعدمت لم يكن مرتدا، هل معنى كده لا يقتل؟ قد يكون هناك سبب اخر غير الرده وهو القتل عمدا، يعني هو ليس مرتدا ولكنه قتل غيره عمدا، فهنا وجب القتل مع عدم وجود السبب لسبب آخر، لأن سبب القتل ليس واحدا، هناك أسباب كثيرة يقتل بها، منها الردة ومنها القتل عمدا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ومنها الخروج على الأمير من فارق الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، يعني ممكن يكون ليس مرتدا وليس قاتلا ولكنه محصن، يعني ثيب زاني، يبقى هنا يقتل بسبب الزنا، الرجم، والرجم معناه قتل، فقتل لسبب آخر. يجي واحد يقول لك هو لم يقتل لكنه ثيب زاني أو مفارق للدين يعني مرتد أو قاتل نفسه، يبقى هنا اجتمعت أسباب مختلفة كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة، فليس معنى هذا أنه إذا انعدم السبب ينعدم المسبب، لأنه قد يكون مسببا عن سبب آخر، فهنا يكون أكثر من من سبب. واضح ولا لسه؟ فاحترز منها بقوله لذاته، يعني أن هذا اللزوم إنما هو بالنظر إلى ذاته. يعني احترز من هذه القيود كلها بقوله لذاته، يعني أن هذا اللزوم، ما هو هذا اللزوم؟ يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا اللزوم بالنظر إلى ذاته، أما بالنظر إلى الأمور الخارجية فقد لا يلزم. أفهمتم؟ هذا مهم. هات اللي بعد. والشرط، خلاص الشر السبب مفهوم، ها؟ يؤثر بطرفيه، يؤثر بوجوده ويؤثر بعدمه،
هنرجع إلى إيه دلوقتي؟ إلى تعريف الشرط. والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يبقى هنا كلمة لذاته فين؟ في الشرط، راجع إلى إيه؟ إلى الجملتين زي السبب؟ لا، راجع إلى الجملة الأخيرة فقط. شفت كده؟ يبقى خد بالك، التعريف دقيق، وأنا كنت أرى عشان ما يحصلش يعني اضطراب في الفهم، إنه يقولها في الجملة في السبب، هنا هيحدث إيه؟ اضطراب. يعني أنا كنت شايف كده، إنه يقول كده السبب ما يلزم من وجوده الوجود لذاته ومن عدم، يقولها مرتين عشان نعرف انها راجعه للايه. اما في الشرط يقول خلاص، طالما ارجع الى الجمله الاخيره يبقى لا داعي لايه لتكريرها. فعود الضمير هنا مشكل، هل يرجع على الاثنين او يرجع على واحد؟ فكان الاولى يقولها مرتين رحمه بنا، يلا. لكن هو طبعا بيفترض انه هو بيكلم علماء يعني عارفين من اهل تنبيه. ينقسم السبب إلى ثلاثة أقسام. ده تنبيه عشان هو لما شرح السبب شرحه إيه؟ على عمومه، لأنه السبب صح قلنا عرفنا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه، وهو يختلف عن الشرط وعن المانع وعن الدليل. فنبهك إنه السبب ده ممكن يكون سبب عقلي، ممكن يكون سبب شرعي، ممكن يكون سبب عادي. فنبهك إلى أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني في أسباب عقلية، وفي أسباب عادية، وفي أسباب شرعية. السبب، مثال للسبب العقلي، عارف السبب العقلي اللي هو إيه؟ العلة، اللي بيسموه العلة. يعني احنا بنقول سبب وايه ومسبب، الفلاسفه يقولون عله ومعلول، ففي تلازم. فاذا كان هناك تلازم بين السبب والمسبب لا ينفك، فهذا هو سبب عقلي. اما اذا كان هناك، طبعا لابد من التلازم بين السبب والمسبب، لكن التلازم يمكن ان يكون شرعي او عقلي او عادي. ما الفرق بين العادي والعقلي؟ العادي يمكن تخلفه، أما العقلي لا يمكن تخلفه، فهو نفسه العلة والمعلول. تنبيه. ينقسم السبب إلى ثلاثة أقسام: سبب عقلي، وسبب شرعي، وسبب عادي. مثال السبب العقلي الإجرام، مش الإجرام، الأجرام. الأجرام للأعراض. شوف كده، ده اسمه سبب عقلي، الأجرام دي سبب للأعراض. بمعنى إنه إيه معنى الأجرام سبب؟ يعني هل الجرم هو السبب؟ لا، السبب هنا معناه، إحنا قلنا سبب عقلي معناه التلازم، بمعنى إنه في تلازم بين الأجرام وأعراضها. فلا توجد الأعراض بدون الأجرام، لأنها لا تقوم بنفسها، فكانت الأجرام سببا عقليا لوجود الأعراض. يعرف العرض؟ ها؟ اللي هو زي اللون والحركة، يعني تشوف كده، لما تشوف كده تقول هذا قلم متحرك، مش كده؟ سواء متحرك بنفسه في حركة، إنما كده ساكن. فكلمة الحركة، الحركة هي العرض، والمتحرك هو القلم اللي هو الجرم. فهل توجد الحركة بدون الجرم؟ هل توجد حركة من غير متحرك؟ يبقى إذن ما هو السبب في العرض اللي هو الجرم؟ فكان الجرم اللي هو القلم ملازما للعرض اللي هو الحركة، أو مثلا البياض أو السواد. يعني مثلا القلم اسود، لكن لا يوجد سواد كده من غير جسم، من غير جرم. فكأنه
وجود الجرم ده سبب في وجود العرض، لأن العرض لا يقوم بنفسه، هذا هو إيه بيسموه سبب عقلي، لأنه لا ينفك. وسبب إيه مثال السبب العقلي الأجرام للإيه للأعراض، والمعاني للمعنوية، يعني عارف صفات الصفات المعنوية دي معللة بالمعاني، فالمعاني علة يعني أصل لوجود المعنوية، وإثبات المعنوية فرع عن إثبات المعاني، فكأن السبب في كونه تعالى عالما هو وجود صفة العلم. يبقى المعاني دي سبب لإيه؟ لاتصافه تعالى بالمعنوية، لكنه سبب عقلي لا إيه؟ لا ينفك. ليه؟ لأنه العلم، ما معنى العلم من غير كونه عالما؟ وكيف يكون عالما من غير العلم؟ فصارت ليه المعنوية مسببة عن الإيه؟ عن المعاني، إلا أنه لا يجوز انفكاكها، يعني لا يجوز أن تكون المعاني من غير المعنوية ولا المعنوية من غير الإيه، فكانت سببا عقليا. ليه؟ لأن إثبات المعنوية فرع عن إثبات المعاني، فهي كالأصل والمعنوية كالفرع، ولكن ليس المراد بالسبب هنا المعنى الاصطلاحي اللي هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم إلى آخره، ولكن معناه التلازم بين الأجرام وأعراضها وبين صفات المعاني والمعنوية. حط واو. يلا صح، عشان في الآخر نأخذ نسخة مصححة، وعندما نعيد الطبع نعيدها بالتصحيح، وهذه المجالس أفضل شيء لتصحيح الكتب، لأنه يعني لو فاتت على واحد لا تفوت على الكافة كده. الجمع لا يغيب عنه ما يغيب عن الايه عن الفرد، يعني غابت عني وإلى آخره. مرة واحد قال في كلمة أخطأ أبو حنيفة في كلمة في عبارة، فقال أحدهم أبو حنيفة لا يخطئ. قالوا كيف هذا؟ هل هو معصوم؟ قال لا، ولكن في مجلسه 4000 مثل فلان وفلان، فلو أخطأ ما وافقوه. فهذا يعتبر إيه؟ إجماع. كيف يخطئ ومعه هؤلاء؟ يعني هل يعني مثلا ممكن الإمام يخطئ إذا كان الصلاة في الصلاة ممكن تنسى، لكن إذا كان بتصلي في الأزهر الشريف ورائك 10000، فإذا غفلت أو نسيت يقوم عليك المسجد كله ولا يقعد، فهنا إيه لا يحدث الخطأ، بمعنى يعني إيه لا يترك، يعني لا يغفل عنه الناس بل ينبهوه. نعم. إلا أن هذا تلازم، ومثال السبب الشرعي. إيه معنى إلا أن هذا تلازم؟ يعني عاوز أقول لك اللي إحنا بنسميه سبب عقلي هو في الحقيقة مش سبب، ده تلازم، عشان كده إيه مش داخل في التعريف. ومثال السبب الشرعي. ومثال السبب الشرعي رؤية هلال رمضان لوجوب الصوم. يعني مثلا فمن شهد، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فإذا رؤية الهلال سبب للصوم، بمعنى أنه يلزم من وجوده وجود الصوم، ومن عدمه عدم الصوم. عندما يعلن مفتي الديار أنه لم يثبت رؤية هلال رمضان، فماذا يفعل الناس؟ غدا هو المتمم للثلاثين من شعبان، خلاص كده. واحد يقول مثلا جئنا في اليوم 30 ولم يظهر الهلال، نكمل شعبان 31؟ لا. ليه؟ لأنه في سبب آخر، يعني السبب إما السبب للصيام مش سبب واحد،
إما رؤية الهلال وإما إكمال شعبان الثلاثين، فصار هناك سبب آخر. فإذا لم يوجد الأول يوجد الإيه؟ الثاني. فإذا تم 30 انتهى. فيجب على الأمة الإسلامية الصوم ولو لم يروا الهلال بعد إيه؟ إكمال عدة إيه؟ شعبان 30. طيب إذا رؤي الهلال في اليوم 28 وليس التاء الإشارة يكون 29 و، فماذا يحدث لو أن الناس رأوا الهلال قبل إيه؟ الشهر؟ ها؟ أخطأ يبقى هناك خطأ في الحساب، لأن الشهر لا يكون إلا 29 أو لا يوجد شهر 28. حتى هذا الشهر اللي كان مر فبراير هذا 29 هذا، لكن بيوجد في بعض السنوات، لكن لسنا متعبدين بالشهور الايه الشمسيه، لكن بالشهور الايه القمريه. نعم. ومثال السبب العادي الطعام للشبع. هو السنه كم شهر؟ كم شهر؟ 300 شهر؟ ها؟ 12 شهرا، 12. لا وكم يوم؟ 365. ها؟ 65. أنتم كذا أخطأتم خطأ شنيعا. السنة كم شهر؟ كم يوم؟ ها؟ 365. لا الشمسية هذه، ما احنا لسه بنتكلم في الدين في السنة ال 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 شوف كذا الشهر 29 أو 30. لو حسبت على 30 كلها هيبقى كام يوم؟ 360. مش كده؟ 30 في 12 بكام؟ ها؟ اضرب 30 في 12 كام؟ 360. كيف تقول 65؟ هل أنت من غير المسلمين؟ السنة دي ليست عندنا، مش السنة القمرية. 360 يوم إذا كانت كاملة، لكن لا تأتي الشهور كاملة، بل يأتي شهر ستة أشهر فيها نقص، ستة أشهر تامة، يبقى في 29 ستة أشهر 29 وستة أشهر 30، يبقى السنة كام يوم؟ 354 السنة الهجرية القمرية، مش 360 ولا 65. فالسنة القمرية تفترق عن الشمسية بكم يوم؟ 11 يوم. شفت كده؟ كل 33 سنة يفرقوا سنة، يعني كل 33 سنة شمسية يفرقوا ايه؟ سنة قمرية. يعني الثلاثة وثلاثين سنة ميلادية يبقوا كام؟ 32 سنة هجرية. قول ايه؟ وهل من المعقول سيدي أن يكون كل شهر 29 فقط؟ لا لا مش كله، لازم كده وكده، يعني 6 29 و30 أو 30 أو مقسمة كده حسب الهلال. فهي كام؟ 354 يوم، لأن الشهر مش بيبقى كامل، بيبقى 30 ولا يكون 29، مرة كده ومرة كده. طيب فين الستة أيام عشان نكمل إيه؟ 360. أين الستة أيام التي خلق الله تعالى فيها السماوات والأرض؟ يبقى كده يكملوا كام؟ 360. ست أيام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بين في إيه؟ في ستة أيام، وعندك 304 وكام كده؟ تمت. يلا. مولانا يعني هذا بمعنى سبب العقل والسبب العالي، هذا التلازم، ولكن سبب الشرعي هذا بمعنى الاصطلاح. السبب العقلي والعادي ده تلازم. والسبب الشرع ايضا فيه تلازم ايضا، يعني كله فيه تلازم، لانه يلزم ما يلزم، ولكن الفرق ان العقل ليس فيه انفكاك، اما العادي والشرع يجوز فيهما الانفكاك. ما هو الشرع ممكن ينفك بسبب مثلا
رؤية هلال رمضان هل يلزم منه وجوب الصوم؟ قد ينفك عند غير القادر فلا يلزم الصوم. وإذا رؤية الهلال هل يلزم لكل أحد أن يصوم ولا للقادر؟ فإن انفك ليه؟ لكن في الأجرام والأعراض ولا ينفك فيكون سببا إيه؟ عقليا. وأهل البصائر مثلا يعني عمرو بن العاص صحابي من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم جاء فتح مصر في أيام سيدنا عمر رضي الله عنه وتوفي فيها، يعني مات في مصر سنة كام؟ 43 هجرية بعد الخلافة الراشدة بثلاث سنوات، مات في مصر، بس ليس القبر في المسجد ولكن في سفح جبل المقطم أو في عند سيدنا عقبة. نعم. فاشتد مرضه وتوفي. متى توفي؟ وتوفي في آخر يوم في ليلة عيد الفطر أول أيام شوال سنة كام؟ 43 هجري. فدخل عليه ابنه في آخر يوم في رمضان فاشتد به المرض وكان صائما، كان صائم، فدفع إليه كوب من اللبن اشرب لأنه به مرض واحتاج إلى، وكان الجو حر يعني. قال إني صائم. قال إن الله تعالى يقول، ابنه كان فقيها عبد الله بن عمرو، إن الله تعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني افطر واقضي أياما أخرى. قال له يا بني ليس في العمر أيام أخرى، فمات في نفس الليلة. فيعني لو أنه أطاع ابنه أين هي الأيام التي يقضي فيها؟ هذا من أهل البصيرة، يعني عرف أن أجله قد أتى. وعند الموت، عند سكرات الموت، أهل الصلاح والتقوى يعرفون أنه اقترب، لكن لا يعرفون على التحديد، إنما ممكن بعضهم يعرف حتى الساعة التي سوف يدفن فيها، ليس لأنه يعلم الغيب ولكن بكشف الله أو كشف الملائكة له عن أجله. ده من أهل التوفيق أو من أهل الولاية يعلم، كما حدث في قصة سيدنا مين أبو الحسن الشاذلي عندما قال هات معك معول، وقال لماذا نذهب إلى الحج، لماذا نأخذ معنا ثياب ونأخذ معنا؟ قال له في حميثرة سوف ترى. فلما مات علم لماذا، وإلا كيف كان يستطيع أن يدفنه في هذه الصحراء لو لم يكن معه حفر، وكيف يكفن، من أين يأتي؟ فكون يحمل معه الثياب للكفن والمعول لحفر القبر معناه أنه كشف له بمكان أو بساعة موته. نعم. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: ولما فرغ من تعريف السبب شرع في تعريف الشرط فقال: والشرط في اللغة هو العلامة ومنه أشراط الساعة. الشرط في اللغة العلامة، شرط يعني علامة، الشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة. أشراط جمع أشراط، هذا جمع ولا مفرد؟ أين هو المفرد؟ أشراط شروط، ما شروط جمع شريط، يبقى إيه ده؟ أشراط المفرد شرط، شرط ما شرط جمع، يبقى أشراط المفرد شرط، زي أقلام وقلم بفتحتين شرط. أما الشرط يبقى الجمع شروط، والشرط ده في اللغة ده، يبقى أشراط جمع
شرط كأقلام وقلم وأعلام وعلم. علماء، علماء. إيه المفرد؟ عليم مش عالم. عالم يبقى عالمون، علماء يبقى عليم، شهداء شهيد. ولا تقول شاهد، جمع شهداء، شهداء جمع، المفرد شهيد، علماء جمع، يبقى المفرد عليم. ما الفرق بين الشرط والشرط؟ ما هو العلامة في اللغة شرط، عارف الشرط، الشرط يعمل يعني شرط على علامة، يعلم زي الشرطة. ولذلك كانوا الزمان في أول أمرها الشرطة ما كانش، كان الناس ممكن إيه، فعملوا لهم علامتين كده، شرطتين، حتى يعرف بأنه من الشرطة أو من أعوان، من جنود، من جند الحاكم. فثم تطورت إلى النسر والأشياء الحديثة، لكن الأصل كانت عبارة عن إيه؟ شروط يعرفون بها، خلاص كده، كما في قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم. قل. قال الله العظيم: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها يعني علاماتها. وفي الاصطلاح ما كالجنس شامل للثلاثة، يلزم من عدمه أي من عدم الشرط العدم، أي عدم المشروط. يبقى الشرط في مشروط، زي السبب فيه مسبب، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط، خلاص كده. فصل أول: يخرج به المانع، لأنه الشرط يلزم من عدمه العدم، والمانع يبقى خرج المانع، ويلزم عدم كذلك. فصل ثاني: يخرج به السبب، فإنه يعني أخرج السبب وإيه والمانع، فإنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، يعني لذات الشرط، فالتقييد فيه بالذات راجع إلى الجملة الأخيرة. يبقى الجملة الأولى ما هي؟ ما يلزم من عدمه العدم، هذه ليس فيها قيد، وإنما هذه مطلقة. يبقى كلمة إيه؟ الجملة الأولى ليست مقيدة، خلاص كده؟ يعني إذا عدم الشرط انعدم المشروط مطلقا، خلاص كده؟ بخلاف الإيه؟ الجملة الأخيرة اللي هي: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا القيد راجع إلى إيه؟ إلى الجملة الأخيرة. اللي هي إيه؟ ما هي الجملة الأخيرة؟ وهي: لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ليه؟ لأن وجود الشرط هو الذي قد يتفق فيه أن يصحبه وجود مانع، فيلزم عدم المشروط حينئذ، لكن لا بالنظر إلى ذات الشرط، بل إلى إيه؟ إلى أمر آخر، وذات المانع. وقد يصحب وجوده وجود السبب ونفي المانع، فيلزم حينئذ من وجوده وجود المشروط، كما لو صحب تمام الحول وجود السبب، وهو ملك النصاب ملكا كاملا، فيلزم وجوب الذكاء، لكن لم تجب لذات الشرط اللي هو تمام الحول، وإنما وجبت بسبب ما قارنه، اللي هو السبب من وجود الشرط، من وجود ما قارنه، اللي هو وجود سبب الزكاة ونفي المانع. ايه سبب الزكاة؟ بلوغ المال النصاب. الحول ده الشرط، طب ايه المانع؟ الدين، يعني المال بلغ نصابا وجاء والشرط موجود ولكنه لا يلزم. ليه؟ لان في دين في ذمته، فيلزمه أداء الدين لا إيه؟ أداء إيه؟ الزكاة. يبقى المانع هو إيه؟ الدين مثلا لزم عدم الزكاة، لكن
لماذا لزم عدم الزكاة ليس بالنظر إليه اللي هو إيه؟ إلى وجود الشرط، لكن ليس بالنظر إليه، لزم عدمها بل بالنظر إلى المانع الذي هو الدين. ولهذا قلنا التقييد في الشرط راجع إلى الجملة الأخيرة، أما الجملة الأولى فمعناها لازم للشرط على كل حال، سواء وجد السبب وانتفى المانع أم لا، وهو كذلك، إذ لا تأثير لوجود السبب عند انتفاء الشرط. قلنا فاكرين لما قلنا إيه؟ السبب وجد وانتفت الصلاة، ليه؟ لأنه غير عاقل. يبقى إذا لا يؤثر السبب عند إيه؟ انتفاء الشرط. فلو قيدناه بذات الشرط لأوهم أنه قد لا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط لمصاحبة عدمه أمرا يقتضي ذلك، وذلك باطل. إذن فالآن فهمنا أنه القيد هنا راجع إلى الإيه؟ الجملة الأخيرة. أما الجملة الأولى فمعناها لازم على كل حال، يبقى الجملة الأولى اللي هي يلزم من عدمه، العدم دي لازم على طول طالما ما فيش شرط، لا يوجد مشروط. كيف في العقل كده يوجد المشروط من غير شرط؟ هل هذا يمكن؟ زي كأننا قلنا وجدت الحركة من غير متحرك، كأننا قلنا كده، فهذه لازمة. أما الجملة الأخيرة وهي إيه؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني مثلا وجد الشرط اللي هو إيه؟ ما هو شرط الزكاة؟ خلنا في مثال الزكاة، ما هو شرطها؟ أن يحول. فوجد الشرط لكن لم يوجد السبب اللي هو إيه؟ بلوغ المال، حال الحول لكن لا يوجد مال ولم يبلغ النصاب، فانتفى إيه؟ أو وجد السبب ولكن قارنه مانع وهو الدين فلا تجب الزكاة. فإذن إيه؟ ها؟ لا يصح أن يرجع القيد إلى الجملتين، وإنما إلى الجملة الإيه؟ الأخيرة، بخلاف الإيه؟ ها؟ بخلاف السبب فإنه يؤثر بطرفيه، يؤثر بإيه؟ بطرفيه. نعم. شيء مثلا قد يجب على الرجل الصلاة وهو فاقد الطهورين مثلا، إذا فقد الشرط ومع ذلك يجب عليه الصلاة. إذا الشرط اللي هو إيه؟ ما هو قلنا في سبب آخر، يعني مثلا الوضوء ده شرط مش كده؟ لكن له بديل وهو التيمم. وكذلك فاقد الطهورين ده عند الضرورة، عند الضرورة يعني إذا لم يجد، لا يعني إنسان في سجن لا يوجد، بس كيف يعني هو يعني مثلا هو لو في السجن في تراب ولو على الحائط، إنما بيمثلوها إيه؟ كأنه في قفص كذا حديد لا لاحق حائط ولا تراب ولا، فهذا يصلي إيه؟ أو إنسان لا يستطيع الوضوء ولا التيمم، فيعتبر فقده من هذه الجهة. ففي سبب آخر اللي هو تجويز الشرع ذلك. نقول السبب إذا خالفه سبب آخر لا يلزم من عدمه العدم، لأنه في سبب آخر، يعني لا يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لأنه في لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لأنه قد يكون لم يأتي الوقت، لم يأتي لي الوقت خلاص. وكذلك لا يلزم من فقد الماء من عدمه عدم الصلاة لوجود بدل عن الوضوء وهو التيمم، ولا يلزم من عدم التيمم ولا الوضوء عدم الصلاة، لأن الشرع أجاز أن يصلي فاقد الطهورين. إذا فقد الشرط وما ذلك وجب عليه الصلاة بس ليه؟
وجب عليه ليس لذات الايه ليس لذات الشر. وهل هذا يعني ان التقييد كذلك يصيغ ان يرجع للجمله الاولى؟ لا، هنا لا يرجع. الجمله الاولى معناها لازم لو العدم، يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. ليه؟ لان الشرط هنا ليس واحدا. يعني انت جعلت شرط الصلاه الوضوء، مش كده؟ لكنه هو ايه؟ الوضوء او التيمم او من غير، فهو ليس واحدا. يعني معناها تجوز الصلاة لمن هو قادر على الايه على الماء بالايه بشرط ان يتوضأ، ولمن ليس قادرا على الماء بشرط ايه ان ايه يتيمم. طيب، ولمن هو فاقد للطهورين برضو بشرط، ما هو الا يقدر على الماء او على التراب. فاذا الشرط هنا موجود. ما كالجنس شامل للثلاثه يلزم من عدمه اي من عدم شرط العدم اي عدم المشروط. فصل الاول يخرج به المانع ولا يلزم من وجوده اي وجود الشرط وجود اي وجود المشروط ولا يلزم عدم كذلك. يعني اذا عدمه هذا لازم على كل حال، يلزم من عدم الشرط على دائما دائما. اما من وجوده لا يلزم وجود المشروط ولا يلزم عدمه كذلك. فصل ثاني يخرج به السبب فإنه يلزم من وجود الوجود لذاته يعني لذات الشرط، فالتقييد فيه بالذات راجع إلى الجملة الأخيرة فهمناها. أما الجملة الأولى فمعناها لازم على كل حال كتمام الحول. يعني خذ هذا المثال واحفظه أو قس عليه. تمام الحول شرط، شرط. طب ما هو السبب؟ بلوغ المال النصاب. ما هو المانع؟ الدين. الدين جبنا مثال للثلاثة. فإذا تم الحول يعني كمل، يبقى هنا إيه؟ هذا هو إيه؟ شرط وجوب الإيه؟ إعطاء الزكاة. لكن لو قارن وجود الشرط لوجود السبب كما إذا قارن تمام الحول وجود النصاب فيلزم الوجود. يبقى إذن لماذا لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم ولا يعني لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ ليه؟ لأنه إيه؟ هناك إيه؟ سبب وهناك إيه؟ مانع. يبقى إذن متى يلزم من وجوده الوجود ومن إيه؟ متى يلزم لا يلزم من عدم الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ يبقى هذا راجع لذات الشرط. لكن اذا لزم الوجود من وجوده فليس لذات الشرط وانما لايه؟ لسبب اخر. يلا. ولو قارن وجود الشرط لوجود السبب كما إذا قارن تمام الحول وجود النصاب فيلزم الوجود وهو وجود الزكاة. لكن لا بالنظر إلى تمام الحول اللي هو إيه؟ ذات الشرط، بل بالنظر إلى وجود السبب. لكن إذا نظرنا إلى ذات الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده عدم، يعني لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا لزم من وجوده اللي هو الشرط الوجود ومن عدمه العدم فهذا ليس لذاته. بل بالنظر إلى وجود السبب وهو النصاب. ولو قارن وجود الشرط لوجود المانع كالآبق فيلزم العدم. ايه معنى كالآبق؟ يعني العبد الايه؟ الآبق. العبد الآبق يعني الآبق يعني الهارب. يبقى هنا يعني مثلا ايه؟ قارن وجود الشرط لوجود المانع كالآبق الهارب. يعني زي مثلا انا لي انسان هارب
عنده ايه دين او ليه شيء عنده وهو عارف، فهذا ايه ليس في استطاعة الانسان، فهنا لا يلزم من وجود الشرط وجود الايه المشروط لوجود المانع فيلزم العدم. تنبيه: ينقسم الشرط الى ثلاثة اقسام، شرط عقلي وشرط شرعي وشرط عالي. يعني زي كما قسم السبب الى ثلاثة قسم الشرط الى ثلاثة. ما هي الثلاثة التي في السبب؟ عقلي وعادي وشرعي، وكذلك في الشرط، شرط عقلي شرط شرعي شرط عادي. مثال الشرط العقلي: الحياة للإدراك، يعني لا يوصف بالإدراك إلا من كان حيا. هل يوصف الميت بالإدراك؟ فشرط الإدراك هو الحياة، وذلك قالوا إن الحياة شرط عقلي تصحح لمن يتصف بها أن يتصف بالإدراك. ومثال الشرط الشرعي: الطهارة لصحة الصلاة، برضو لمن إيه؟ لمن كان قادرا. الطهارة هنا تشمل الإيه؟ الوضوء والتيمم وتمام الحول لوجوب الإيه؟ أهو ذكروا قبل ذلك كشرط شرعي. ومثال الشرط العادي: النطفة في الرحم، يعني ايه النطفة في الرحم؟ ده شرط عادي للايه للحمل او للولادة، فانه يلزم، مش احنا قلنا الشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم النطفة عدم الحمل، ولا يلزم من وجودها حمل ولا عدم. واضح جدا الشرط ده، يعني لو ما فيش نطفة ما الرجل ما فيش حمل خلاص. بس ده مش ايه مش عقلي، عادي، لانه لو كان عقليا لا يتخلف. والدليل على انه عادي انه لم توجد النطفة، يعني ماء الرجل في رحم مريم عليه السلام وحملت، فلأجل هذا شرط عادي لا عقلي. وكذلك مثلا الإحراق، يلزم من الإحراق وجود النار، فكيف يحترق الشيء من غير، وهذا إيه شرط عادي لأنه لو كان عقليا لا يتخلف، يعني وجدت النار ولم يوجد الإحراق كما فعل بسيدنا إبراهيم، لكنه لو كان عقليا فكل ما مسته النار يحترق. واضح هنا؟ يبقى يلزم من وجود النطفة الولادة أو من عدمها عدم الولادة، ولا يلزم من وجودها وجود الولادة ولا عدمها. واضح كده؟ يبقى ينقسم الشرط إلى كم؟ ثلاثة: عقلي شرعي، والمثال العقلي الحياة للإيه؟ للإدراك، والشرعي مثاله الطهارة لصحة الصلاة، وتمام الحول لوجوب الزكاة، ومثال الشرط العادي النطفة في الرحم، أو مثلا نقول الطعام للشبع، والنار للإحراق، أو السكين للقطع. كل هذه شروط إيه؟ عادية، لأنها يمكن إيه؟ تخلفها. اقرأ المانع عشان إيه؟ نخلص. يلا. ولا تريد التوقف؟ المانع بس عشان ما يكون، ولا في مانع من المانع؟ ما فيش مانع. طيب يلا. ماشي. قال المصنف: والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. لذاته، هذه راجعة إلى الجملة الأخيرة، أما الجملة الأولى فمعناها لازم على كل حال. يبقى إذا متى تعود كلمة لذاته إلى الجملتين؟ في السبب فقط، وذلك كان هو أقوى. أما في الشرط تعود إلى الجملة الأخيرة،
طب وفي المانع تعود إلى إيه؟ لماذا لا تعود إلى الجملة الأولى؟ لا ينفع، لأن لو كانت تعود إلى الجملة الأولى لا تؤخر. فهمت كده؟ فطالما أخرت يبقى في احتمالين، إما تعود للجملتين أو تعود إلى الإيه؟ إلى الأخيرة، لكن لا ينفع أن نقول إيه؟ تعود إلى الأولى ولا تعود إلى الثانية، لا ينفع، وإلا لا نؤخرها. هذا لا ينفع عقلا، ده شرط عقلي ده. أنه يشترط لكونها تعود على الأولى أن تقدم. قال الشارح رحمه الله: ولما فرغ من تعريف الشرط شرع في تعريف المانع فقال: والمانع لغة هو الحد. في اللغة المانع والمنع هو الحد، يعني مثلا تلك حدود الله، حدود يعني ربنا منع من ايه؟ من اقترابها، ممنوع، ده حد. واصطلاحا ما كالجنس شامل للثلاثة، مفهوم ذي يعني يشمل ايه؟ الثلاثة اللي هو السبب والشرط، يشمل الثلاثة، يلزم من وجوده وجود المانع العدم، يعني عدم الحكم الذي هو الصلاة. فصل، زي الحيض مثلا، يلزم من وجوده عدم الصلاة، يخرج به السبب والشرط، ولا يلزم من عدمه عدم المانع وجود، أي وجود الحكم وهو الصلاة، لأنه مش معنى عدم المانع يلزم، لأنه وجود الصلاة متوقفة على سبب ومتوقفة على شرط، فلا يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة، لا يلزم من عدمه، وإنما يلزم من وجوده العدم. فقد لا يحصل، فقد إيه؟ لا يحصل، يعني مثلا ممكن ينتفي المانع ولا تجب الصلاة لأنه لم يدخل الوقت، لم يأتي الإيه؟ السبب. فالتقييد فيه بالذات راجع إلى الجملة الأخيرة اللي هي إيه؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، مفهوم كده؟ وأما الجملة الأولى، وأما الجملة الأولى فمعناها لازم على كل حال كالحيض، يعني وجوده، وجوده ولا وجوده؟ يعني وجوده، كالحيض يعني وجوده، أو يعني وجوده، ممكن تقول يعني وجوده يبقى كأنه أي يبقى مع تفسير، أو يعني يقصد يبقى وجوده، تنفع كده وكده. بالنسبة لوجوب إسقاط الصلاة، ولو قارن عدم المانع عدم السبب فيل، يعني لو حصل ما فيش مانع خلاص كده وما فيش سبب يبقى يلزم عدم، يعني مثلا لا مانع، يعني لا حيض، انتفى المانع، نقولنا ايه؟ انتفاؤه لا يلزم منه وجود ولا عدم، لكن إذا قارنه عدم المانع عدم السبب فيلزم عدمه، يبقى هنا لازم عدمه ليس لإيه؟ لذات السبب، ولكن لإيه؟ لعدم الإيه؟ ليس لذات المانع ولكن لعدم السبب، لكن بالنظر إلى إيه؟ إلى عدم السبب، وهو عدم زوال الشمس. يعني مثلا لم يوجد حيض، هل معنى كده تجب الصلاة؟ لا تجب، ليه؟ لأنه لم يأتي سببها هو زوال الشمس. ونقول أيضا لا تجب، ولا نقول يعني لا نقول بالوجود ولا بالعدم، لأنه فيه شرط وفي ايه؟ سبب، فهو لا يرجع القيد الى ايه؟ الى ذات المانع، ولكن ايه؟ الى السبب او الى الشرط. تنبيه، تنبيه، ينقسم المانع الى ثلاثة اقسام: مانع عقلي ومانع شرعي ومانع يعني الثلاثة، السبب والشرط والمانع، كله ينقسم الى ايه؟ ثلاثة اقسام. مثال المانع العقلي: الموت بالنسبة للمعاني فقط. يعني إيه يعني مانع عقلي؟ مانع عقلي الصفات المعاني اللي هي السبعة، العلم كده والإرادة والسمع والبصر والحياة، الصفات السبعة،
في مانع عقلي يمنع من اتصاف الموجود بها اللي هو ايه؟ الموت. شو من الحياة خلاص كده شرط عقلي، كذلك هنا ده مانع عقلي ده اللي هو ايه؟ الموت. بالنسبة لإيه؟ لصفات المعاني فقط. لماذا قال بالنسبة للمعاني فقط؟ يعني لو وجد الموت، فوجود الموت هو المانع يمنع من صفات المعاني، لكن لا يمنع من الصفات السلبية. يعني مثلا لو قلنا هذا الإنسان مات، وجد الموت، فيمنع الموت من وصفه بإيه؟ بالسمع أو بالبصر أو بالإدراك أو بالكلام، أو كل هذا إيه؟ ممتنع عقلا، لكن لا يمنع الموت من كونه واحد، لا يمنع من الوحداني، لأنها صفة إيه؟ سلبية. يبقى هنا إيه؟ للمعاني فقط وليس للصفات الإيه؟ السلبية. وأما مع السلوب فلا، لأنها تكون مع الموت. يعني الصفات السلبية لا تتنافى مع الموت، لا يكون الموت مانعا منها، وإنما يكون مانعا من صفات المعاني. وذلك بيقول إذ يكون المخالف ميتا. يعني مثلا المخالفة للحوادث مثلا لا يمنع منها الموت، إنما يمنع الموت من الاتصاف بصفات المعاني. أو الواحد ولا يمنع من الوحدانية ونحو ذلك. ومثال المانع الشرعي، عرفت المانع العقلي؟ المانع الشرعي، قل. ومثال المانع الشرعي الحيض بالنسبة إلى وجود الصلاة. الحيض مانع من الصلاة، ولكنه مانع شرعي، ليس مانع عقلي وليس مانع شرعي. يعني لولا الشرع لما منع. ومثال المانع العادي الشهوة الكلبية. الكلبية ما هي الشهوة الكلبية؟ الشهوة الكلبية اللي هي المفرطة، يعني واحد يأكل ولا يشبع. يعني يأكل لكن لا يشبع، كلما تعطيه لحم يأكل وهكذا لا يشعر بشبع، فهذا عنده شهوة مفرطة تسمى الشهوة الكلبية نسبة إلى الكلب. ليه؟ لأن الكلب كلما تعطيه لا يشبع أبدا، يلهس. أنت تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هل رأيت كلبا شبع؟ لا، الحمار يشبع، الكلب لا يلهث. يعني ممكن يسيب هذا، يعني فالشهوة هنا في تحت في الشرح هي المفرطة التي لا يشبع صاحبها ولو بالغ في الأكل. نسبة إلى الكلب بفتح اللام، قال في القاموس الكلب بالتحريك العطش والقيادة إلى أن قال والأكل الكثير بلا شبع. هذا هو الشهوة الكلبية أو الكلبية. ومثال المانع العادي الشهوة الكلبية بالنسبة للشبع. يعني معناها هذه الشهوة منعت من الشبع، لأنه يظل في اشتهاء دائم للأكل فلا يشعر بشبع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمن يأكل في معا واحد والكافر في سبعة أمعاء. فتجد الكافر عنده نهم وشره في الأكل فيأكل سبعة أضعاف المؤمن ولا يشبع. فإن قلت لما قدم الشرط على المانع، وكان حقه أن يقدم المانع لأنه يؤثر في الوجود والشرط يؤثر في العدم. يعني قدم الشرط على المانع وكان حقه أن يقدم المانع لأنه أي الشرط مش كده يؤثر في الوجود، لأنه المانع يؤثر في الوجود
والشرط يؤثر في العدم، والذي يؤثر اقرأ كده فإن قلت لمن قدم الشرط على المانع وكان حقه أن يقدم المانع لأنه يؤثر لأنه اللي هو الشرط مش المانع يؤثر في الوجود، والشرط يؤثر في العدم، والذي يؤثر في الوجود أولى بالتقديم، وهو قدم ماذا؟ لأنه هنا رد المانع. نعم هو دلل على وبيقول لما قدم الشرط على المانع وكان حقه أن يقدم المانع لأنه أي المانع كده المانع يؤثر في الوجود يلزم من وجوده العدم، والشرط يؤثر في العدم، والذي يؤثر في الوجود اللي هو إيه المانع أولى من الذي يؤثر في العدم اللي هو إيه الشرط، فكان حقه إيه المانع أن يقدم على الشرط. فالجواب لما كان الشرط شرطا في صحة العبادة والمانع مانعا منها قدم الشرط على المانع لذلك، يبقى هو اسمه إذا إيه هذا يسمى تقديم، يعني لأنه أشرف، يعني لأنه شرط في صحتها والثاني يمنع منها، فكأنه هذا يأتي بالعبادة والثاني يمنع منها فقدم لهذا الغرض. فإن قلت أيها نسبة بين خطاب التكليف، مش أيها أية، يعني إيه النسبة نوعها، أية نسبة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، فالجواب نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني هناك نسبة، عارف النسبة يعني إيه؟ التعلق، علاقة، ارتباط، يعني النسبة هنا يعني عاوز أقول لك ما هو الارتباط، خلاص وانتهى كده، بيقول لك ما هو الوجه الربطي بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، فالجواب نسبة العموم والخصوص الوجه. وعرفتم ما هو العموم والخصوص الوجهي؟ العموم والخصوص المطلق أن يجتمع في إيه؟ في مادة وينفرد الأعم، أما العموم والخصوص الوجهي يجتمع في مادة وينفرد كل منهما في مادة أخرى في جهة، ولذلك سمي وجهي. يجتمعان، شوف كده، ها، في النكاح، يعني النكاح ده يعني عاوزين نعرف ايه، هل هو خطاب تكليف ولا خطاب وضع؟ فالنكاح يصح ان يكون خطاب تكليف وخطاب وضع، فمن حيث سبب الإباحة، يعني إباحة الايه الفروج، النكاح سبب لإباحة الايه الوضع، يبقى يعتبر هنا خطاب ايه وضع. ومن حيث هو مندوب تناكح الحديث تكاثر تكثر فإني مباه بكم، يبقى هنا خطاب تكليف، يبقى كده النكاح يؤخذ مثالا لإيه؟ لخطاب الوضع وخطاب التكليف، بس من إيه تختلف الحيثية، من حيث إنه سبب لإباحة فرج المرأة يبقى هنا إيه خطاب ايه وضع، ومن حيث انه مندوب يعني مرغب فيه وخطاب تكليف. وكذلك الطهارة تعتبر خطاب وضع وخطاب تكليف، من حيث كونها شرطا وضعية يعني خطاب وضع انها شرط في صحة الصلاة، ومن حيث كونها واجبة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فهي خطاب تكليف، فشوف يصح من حيثية ومن حيثية أخرى. لا عاوزين بعد كده إيه؟ إحنا قلنا العموم والخصوص الوجهي اجتمع، جبنا مثال لإيه الاجتماع، اجتمع التكليف واجتمع الإيه واجتمع الوضع، عاوزين هنا خطاب بس فقط إيه خطاب وضع فقط نفوش تكليف، وينفرد الوضع بزوال الشمس. زوال الشمس ده ليس لست مكلفا ان ازي او اجعل الشمس تزول، هذا علامه، فهذا يسمى ايه يعني انا مكلف بالصلاه لكن ليس مكلفا بازاله الشمس، يعني مثلا انا الله تعالى جعل بلوغ المال للنصاب هو ايه شرط مش كده، وبلوغ المال للنصاب سبب
وحولان الحول ايه شر مش كده، ووجود الدين مانع، فهذا كله ايه وضع وليس تكليف. هذا كله، فاذا انا مكلف بايه؟ تكليف باخراج الزكاه. لكن وياتي الحاكم او ياتي الامير فيقول لي هات الزكاه، اقول له ليس عندي مال، وحتى لو كان عندي مال لم يبلغ الايه النصاب، خلاص كده، وحتى لو بلغ النصاب لم يحل الحول. فيقول لي لا بد من جمع المال حتى تكون غنيا. هل هذا انا مكلف، هل انا مكلف بان اكون غني ولا مكلف باخراج الزكاه اذا كان هناك سبب واذا كان هناك ايه شر؟ يعني كان الله لم يكلفك بجمع المال لتزكي، وانما كلفك بالزكاه اذا وجد سببها ووجد شرطها وانتفى مانعها. خلاص، كان في بعض المشايخ يقول لنا مثلا الله تعالى كلفنا بطاعة الأمير ولكن لم يكلفنا بوجوده، يعني إذا وجد الأمير نطيعه، لم يوجد خلاص. يعني عاوز يقول إيه، كأنه يجنح إلى رأي آخر غير رأي الجمهور، أنه لا 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 يجب تنصيب الحاكم، وإنما إذا نصب تجب طاعة، فالله أمرنا بطاعته ولم يأمرنا بتنصيبه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فلو ما فيش أولي الأمر أنا لا أكلف بأن آتي به، فإذا جاء كده يعني بقدرة الله أو يعني جاء خلاص. فهنا فهمنا إيه التكليف غير الوضع. يبقى ربنا كلفنا به بالصلاة لكن لم يكلفنا بزوال الشمس، أن هذا ليس في وسعنا، فهذا اسمه خطاب إيه؟ خطاب وضع. زوال الشمس وأوقات أوقات الصلاة فهي وضعية ولا تكليف فيها. أو ده هنا إيه؟ انفرد خطاب الوضع عن الإيه؟ التكليف. طيب متى ينفرد التكليف ولا يكون هناك وضع؟ في الإيمان والكفر، فإن الإيمان سبب في عصمة الدم والكفر سبب في إباحته. فهنا يعتبر خطاب التكليف وليس خطاب إيه؟ خطاب وضع. ينفرد التكليف بدون الإيه؟ الوضع. فإن الإيمان سبب في عصمة الدم والكفر سبب في إيه؟ في إباحته. خلاص كده انتهى كده الدرس. ولما فرغ ده كلام، ولما فرغ يبقى معناها ايه؟ يجب ان ايه نقتدي. لما فرغ يبقى معنى كده ايه؟ نفرغ نحن كذلك. اللهم صل افضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. في سؤال هنا، ما حكم اذا كان واحد اسمه عبد النبي؟ طب ماذا افعل؟ هل يسمي نفسه عبد الرسول؟ ايه المشكله؟ ما المقصود بهذا السؤال؟
ما حكم إذا كان واحد اسمه عبد النبي؟ هل تقصد أن التسمية بعبد النبي لا تجوز؟ هل هذا هو المقصود؟ لا. أنه يقول يعني عبد الله فقط. هذا يعتبر إيه الجواب فيه أنه جائز ليس بحرام. لماذا؟ لأن العبودية أو كلمة عبد لها في القاموس، لو رجع هذا السائل إلى القاموس الفيروز أبادي في اللغة يجد أن كلمة عبد جاءت بأكثر من معنى، بل زاد معنى خامسا، يعني هم أربعة تقريبا أو خمسة أو يمكن ستة. فالعبد بمعنى المخلوق، العبد بمعنى ليه المخلوق، إن كل من في السماء إلا آت الرحمن عبدا. وحينئذ لا يصح إسناد العبودية لغير الله، والعبد بمعنى الايه المملوك، ولا عبد مؤمن خير من ايه هنا المملوك، كما في قوله تعالى الحر بالحر والعبد يعني المملوك. والعبد بمعنى الانسان سواء كان حرا او عبدا، والعبد بمعنى طالب الدنيا، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة في الحديث كده، فعلى هذا المعنى لو تعس عبد الدينار والدرهم أو عبد الدنيا لا يجوز أن نقول كل إنسان عبد لله، فهناك عبد لغير الله للدنيا موجود، بل إنه فيه شاهد قوي. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وهنا أضيفت العبودية لغير الله، ولو كانت حراما لغيرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما وافق عليها، فكان يقول هو بنفسه كما في الشمائل وفي البخاري ومسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل عبد رب المطلب. فكان هؤلاء السلفية يدعون أنهم أفقه أو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان رسول الذي يعلم الناس ويقول أنا ابن عبد المطلب، لو كان في هذا خطأ لما إيه جوزه. فهنا العبد لا ليس بمعنى إيه المخلوق أو بمعنى العبودية لله، ولكن بمعنى الخدمة، كما قال تعالى واذكر عبدنا داود، أو مثلا عبدنا يعني هنا المتذلل أو العابد الذي يخضع ويخدم، العبد بمعنى المنقطع لخدمة الرب أو يعني لعبادته. وهناك في القرآن الكريم نص صريح إسناد العبودية لغير الله، القرآن نفسه اقرأ كده الآية في سورة النور وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، ولم يقل من عبادنا، فهل بعد القرآن كلام؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا كان القرآن بيقول الصالحين من عبادكم فجعلهم عبادا لنا وهذا في كتاب الله، هل هذا شرك أو هذا كفر؟ فمعنى عبد النبي يعني يشرف بخدمته أو بخدمة سنته أو بخدمة أمته إلى آخره. والعبودية بمعنى الإيجاد، في معنى كم معنى لا يعني لا أحفظ المعاني، العبودية من الإيجاد هذا إيه خاص بالله تعالى. يبقى إذن الكلمة لها معاني كثيرة وجاءت في اللغة، والقرآن أطلق على المملوك عبد، عبد مؤمن يعني يقصد مملوك يعني، ولا عبد مؤمن خير من ايه من مشرك، واطلق على في آية النور العبودية اسندها الى ايه الى المخاطبين والصالحين من عبادكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم جده اللي هو عبد مين عبد المطلب، فهذا كله جواز اضافة الايه
العبودية، لكن ليس بالمعنى الايه، احنا قلنا في اكثر من ايه معنى، ولاجل هذا لا يحرم يعني اسناد العبودية الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الرسول وهكذا، ولكن يعني حتى لا يقع اللبس مثلا عندما يكون هناك اشكال او اشياء يبقى يكره كراهة التنزيه، او يعني لا ينبغي حتى ايه لا يحدث هذا الايه الاعتراض. واضح كده؟ ما فيش يعني اشكال في هذا ولا محظورة فيه شرعا، لانه جائز في اللغة وموجود في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يغير الاسماء اللي هي لا تجوز. في حاجة تانية؟ تكلمنا قبل أن سيرة ابن هشام خالف الجمهور الصلاة على النبي مشترك معنوي. نعم، هو ابن هشام بيقول مش ليس مشترك لفظي، وإنما المشترك على المعنوي أو إيه؟ فابن هشام يقول مشترك معنوي، المعنى في الكل واحد، ولكنه هو إيه العطف، ولكن العطف إذا أضيف إلى الله تعالى فهو غير العطف إذا أضيف إلى الملائكة، وهذا مأخوذ من اللغة أيضا. وابن هشام من أئمة النحو الكبار. خلاص يا عم الشيخ، في شيء آخر؟ الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.